مصر تحترق سيادة الرئيس. الشعب المصري يحصل نتائج فشل حكومة يتم التمديد بتكليف رئيس حكومتها بالعند في المصريين. هذا التوقيت الصعب اللي بيعاني منه المصريين من هذه الدرجات المرتفعة من درجة الحرارة، وإحنا بنيين أكبر شبكات لتوليد الكهرباء ونمتلك أكبر حقل للإنتاج الغاز. التقارير الدولية بتتكلم عن انهيار حقل زهر. هل من مجيب لتكذيب ذلك؟ من يدفع ثمن أخطاء حكومة يدفع الشعب المصري بأكمله ثمن فشل لم يعد مقبولا لا من البرلمان ولا من أي مواطن أن يتحمل هذه الأخطاء المركبة، هذا الفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟ يمتنع معه على هذا البرلمان أن يمدد لها تجديداً أو تكليفاً سيادة الرئيس. نحن في وقت حرج، نحن في مسؤولية كبرى. الشعب المصري لن يسامحنا جميعاً، لا أغلبية ولا أقلية، الشعب المصري سيحاسبنا جميعاً. شكراً سيادة الرئيس. شكراً.